سيرتك الذاتية ممتازة، بس في شيء غريب تقول هنا أنك بيكسل أخضر. يا شيخ، بيكسل أخضر أبيض، ترى هذه تفاصيل. تفاصيل؟ ممكن أعمل أشياء كثير تحسن صورة الشركة. نعتذر منك، ما نقبل بيكسل أبيض. وجود البيكسل الأبيض في تلفزيون UHD 4K سيقلل من جودة الصورة العالية، وحين تقارن تلفزيون سامسونج UHD 4K بأي تلفزيون آخر سترى الفرق الحقيقي بين الألوان ووضوحها وكثافتها.